الأهلي علامة كاملة طبعا، كان محتاج هذه العلامة الكاملة بعد هزيمته من أبها، خروجه من الكأس وهزيمته من الهلال عشان يرجع نفس الفريق. طبعا الأهلي قدم، أنا قلت قبلها في الحلقة إنه هجوم الأهلي هو اللي حيشيل دفاع الأهلي في المباراة حقت الرياض، لأنه كان في غيابات كثيرة مؤثرة في الدفاع. ولكن الحقيقة اللي أدى المباراة اللعيبة اللي البدلاء كانوا على قد المسؤولية في هذه المباراة. طبعا الاختلاف على خعيد، لأنه في الدرب كان طالب الآن في الفترة هذه محور ستة وطالب مهاجم صندوق في الفترة الشتوية، وناقش هذا الكلام ونقش وطلع الطلبات، وهناك دراسة كاملة إن شاء الله حيعود. فإذا حصل الأهلي على هذه المتطلبات، النقص الضعف اللي كان موجود في منطقة الوسط خط ستة رقم ستة محور دفاعي مع مهاجم هداف في الصندوق مع القوة الهجومية اللي موجودة في الأهلي، هيكون الأهلي وضعه مختلف في الدور الثاني أو في بعد يناير إذا كمل النقص. الأهلي أخطاء كانت أساسا في تضييع بعض النقاط في بعض المباريات. الأهلي في المباراة حقت أبها حصل أكثر من 20 فرصة ولكن ما توفق في تسجيل، ووفق أبها في تسجيل الهدفين، هدفين مقابل هدف. ف يعني نحن بدنا نحكم على أي شيء، نحن طبعا في اتجاهات، ولكن دائما الدوري نفس طويل، النفس يحتاج ما تقدر ظروفه وتقلباته. أنا طبعا مو أنا، العالم كله أو نص الأرض على ما يقولوا انتظروا 1/12 عشان نشاهد مباراة على قمة كبيرة في كرة القدم السعودية بين الهلال والنصر. هذه المباراة هيكون لها حدث كبير، هيكون لها متابعين كثير، هتكون فيها كرة قدم حقيقية تمثل الوضع التطور الرياضي اللي موجود في المملكة العربية السعودية، والدعم السخي اللي أثر على هذا على كرة القدم اللي خلى العالم يتابعها ويشوفها ويهتم، ليس في السعودية ولا نحن شخصيا، إنما الخليج وخارج الخليج، الوطن العربي، يمكن أوروبا حتى توصل يمكن لأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية. فمعناته أصبحت السعودية مؤثرة عالميا، وإحنا في اتجاه الصحيح، وننتظر هذا اليوم الحقيقة نشوف يعني استمتع نحن والعالم بهذه المباراة.